جاهز جاهز. مرحبا شباب، شلونكم؟ اطبر سد وياكم مره لوخ. اليوم راح نسوي فد اكله سريعه وصاروخيه جدا وسهله، اللي هي تونه سلطة. اوكي، طبعا ماكو بيت يفرغ او يفضى من انه تفتح الكاونتر، تفتح الدولاب، تلقي تونه مخزونه بالدولاب، تطلعها للامرجنسي اللي هو العالم كله. تطلع التونه، تحطها بالماعون، قص طماطم، تحطها، قص ليمون، اعصر ليمون واكل بالخبز. أنا هاي الأكلة أبداً ما تدخل عقلي، وأنا أصلاً مو قوي ويا التونة، فحبيت إنه أسوي فشي بالتونة أقدر أكلها، سنس إنه التونة موجودة بكل بيت على التونة. طبعاً فليفر كوم فليفر بالتونة كو، هسه نجي لهاي الموضوع الفليفر مع التونة. فسهلة وطيبة جداً. نبلش بالمكونات وندخل دايف عليها. مكونات نجي أول شيء عندك، اوكي اول شيء عندك جرين بينز، اللي هو كات جرين بينز مثل ما تشوفون، فاصوليا خضراء مقطعه، بازاليا حلوه ما حلوه كيفك انت، وعندك ذره كورن. هذه اشتريتاني، هذه مكتوب عليها نو ادد سولت اور شوجر، اللي عجبك سولت، وهذا اي شيء ما عندك اي مشكله. عندك بيبر سولت، والباستا اللي هي كولر باستا. أنا هالمرة لقيت هذه اشتريتها، عادة ما اشتري أم الحلزونية أو الصاروخية وتبر، مرة اشتريت من هذه. شوف خالي هاي شكلها، شوفوا شكلها وين الكاميرا، ها من هذه الملونة. أوكي عندك بوتيتا، موجود البوتيتا، جزر، ليمون، زيت زيتون، مايو، والتونة. نجي على التونة، خلينا نوضح التونة. التونة اكو بيها كوما فليفر يجون، اني حبيت اختاريت اللي ما اعرف شلون تطلع بالكاميرا، اللي هي سان دراي توميتو. اني هاي حبيتها، التونة ويا سان دراي توميتو. اكو بالفلفل والليمون، فلفل وليمون، اكو ثوم وبصل وما ادري منو عالقة، فاني اختاريت هذه، هاي طيبة وخفيفة. فهاي المكونات طبعا الكميه انت حسب ما يعجبك تزيد شلون ما تريد. انا اليوم راح اسوي في البورشن صغير لانه ما محتاج اسوي بورشن كبير، راح اسوي في شيء صغير، وهي تشتغل على النظر، فانت نظرك هو دليلك على الكميه. زين عيوني، اول شيء راح نقصقص البوتيتا ونسلقها، او بلا ما نقصقصها نسلقها وبعدين نقطعها مكعبات. جزر نفس الشيء، تقطعها وتسلقه ونخوض كل المسائل مع بعض ونشوف. طبعا البدل من الجزر اذا تريده فريش، اكو قوطية، تشتري قوطية جزر بدل بدل البينز او دبر، اكو قوطية بازاليا، ميكس بازاليا ويا الجزر، اما يعجبك اذا تريد تسويها ما عندك مشكلة، اي شيء يعجبك. اكو ميكس فيجي اللي هو فروزن ميكس فيجي، تقدر تستخدم هذا ايضا، انا ما عندي هذا، مرات استخدمه ما عندي، فاليوم اشتريت قواضي موجودة عندنا بالبيت، فراح نسويها ونرجع وياكم بعدين. هسه راح اسلق البوتيتا واسلق الجزر ونعود. اوكي الجزر، هاي الجزر قطعته هيك مربعات ما تتقطع، بس حتى اشوفكم الشكل مالته شلون تتقطع، يعني يصير هيك شكلها. وينك الكاميرا؟ تعال حبيب قلبي، اوب بيعته هيك هذا الشكل. اوكي خلينا نحاول ننزل الكاميرا، نقدر حتى نسوي لكم عملية التقطيع المهمة. اوكي جهز هاي كمية الجزر، نسلك ونعود. هلا شباب مرة لوخ، نعيد وياكم. جزر صار جاهز وبرد تماما، الباستا ريدي وبردت تماما، والبوتيتا باردة تماما، وقلنا ميكس كله مع بعض ونخطح. حط الجزر، خلصنا من الجزر، نجي على الباستا. الباستا طبعا كلها على النظر، بحيث نحط الكميات متساوية.
زين انا سويت هوايه بس هذا لحظه كيس فقط طبق المعكرونه فصار اجيب معكرونه بطاطس لحال قصقصها قطع صغار واحطها فحس اوقف وارد ارجع قصقصنا البوتيتا جاهز بوتيتا مس القوها لا كل شيء سلقوها قويه وتم مريد تصير مريده نص نص اوكي بيها يعني مسكه بيها شويه قوه حطها كلها خلصنا زين هذا الميكس نجي فاصوليا نذب المي مالتها زين نذب المي ونحط كمية مناسبة هاي كمية بازاليا نفس الشيء نشب المي مالتها نجي نحط بازاليا نص الكاميرا بدأت تصير الكاميرا واضحة هيجي هيجي أحسن زين هذا طبعا الشباب اللي يلعبون الباك جراوند يطلع صوت الجهال زين كورن نضب المي مالته شوية وحط كورن والنتيجة هاي هسه اخبطها وشوف المقادير مالك متساوية مع بعض لا اخبط 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 مضبوط المقادير كلها مع بعض زين تونة راح التونة تونة لبنانة فضلها التونة انا راح احط بيضتين تونة عندي هاليوم تقدر تحط اكثر من اثنين بهالمقادير عندي اثنين بس انا شكلها قليل اثنين اقدر احط بعض هاي التونة صارت اخلطها مع بعض تحتاج بعد تونة هاي مالت الكمية صارت هواية تحتاج بعد تونة حط بعد فد قوطية تتحمل بعد قوطية لك زين و mix together وعيوني طبعا الريحة رهيبة ملح ملح خالي فلفلها فلفل 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 جيد ما تقدر ما عندك مشكلة بالفلفل اوكي خاشوقة مياه واحد هاي الكمية الكاميرا هاي الكمية طبعا كلها بالنظر وانت تشوف شلون المقادير مالتك صارت متساوية لو ما صارت متساوية زين زيت زيتون وعندك الليمون ليموناية كاملة تخبط اخبط 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 يا عيوني هذا بطاطك زيتوني زين و دانديل صارت جاهزة هيري جو مثل ما تشوفون عملية التقديم تريد عملية التقديم خلينا نغير الكاميرا شوي على وجهنا ما ادري وين تعال من هنا انت زين التقديم معون للبرزنتيشن مالتك حتى يكون مضبوط وحلو معون مرتب قصقص شيء في ليمون شغلات ليمون زيتون طماطه شويه معدنوس اون ذا توب تمام هسه راح اسوي فد معون صغير وراويكم اوكي والنتيجة النهائية مثل ما تشوفون here we go الطعم مخيف وكل شيء جاهز اوكي وصحتين وعافية للي يسويها ويضبطها اهم شيء البوتيتا ما تنسي لك كل الزايد والجزر همينة
والمقادير انت مثل ما يعجبك، انت تتحكم بالمقادير وبالكميه اللي تريد تحطها، تريد تسوي كميه هوايه تحط بوتيته اكثر، جزر اكثر، بينز اكثر، بازاليا، كل شيء، والمايونيز والفلفل والبهار والملح والليمون وزيت الزيتون وكل شيء. فان شاء الله تعجبكم وتنار رضاكم يا عيوني. انا عندي عليها طلبين هاي الاكله وسنسوي لها شير، فاكيد تتونسون عليها. Ready for it. صحتين. Bye.